يوم الجمعة بعد الفجر تعرف ما الذي يحصل؟ يوم الجمعة بعد الفجر كل الحيوانات على وجه الأرض تستعد، كل جمعة بعد الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس تصيخ آذانها، أي تستمع كل حيوانات الأرض تستمع في ذلك اليوم من الفجر إلى شروق الشمس. تستمع إلى ماذا؟ تستمع إلى نافخ الصور، لأن الله جعل فيها فطرة أنها تعلم أن يوم الجمعة بعد الفجر ستقوم الساعة، ولهذا الحيوانات تستعد إلا ابن آدم. إلا ابن آدم للأسف يوم الجمعة تجد كثيرين منهم لا صلوا حتى صلاة الفجر، ولا بدأوا يومهم بالذكر ولا بالدعاء ولا بالاستعداد لهذا اليوم.